واحدة معانا على مدار البرنامج هي واحدة صغيرة صاحبتها مدام غادة اللي نفسها من خلال الشركة انها تستفاد بأكبر قدر من المساحات الموجودة في الشقة. مساحتها تقريبا 60 متر. الشقة متقسمة لغرفتين نوم وحمام ومطبخ وريسبشن. هتعملوا ايه بقى في الشقة؟ عشان مساحة صغيرة فواخدين شقتين، كنا حابين نفتحهم في بعض. هما شقتين في نفس الدور ولا في دور مختلف؟ لا هما جنب بعض، دور ارضي الاثنين. طيب لو تسيبوا شقة للولد وشقة ليكي بان انتوا في نفس الدور الارضي فمش يبقى افضل؟ هو خلاص يعني كبر وهيتجوز المفروض يبقى عنده خصوصية. يعني ممكن تبقى شقة لينا شقة ليكوا وشقة لي، وان شاء الله هما كمان يعني يتجوزوا ويجوا لك بقى البيت وهو هيبقى جنبك. تعرف ان سلوى فنون جميلة؟ في سنة كام؟ انا رايحة ثالثة. انا عندي افكار كتير بحكم دراستي وبحكم ان انا ببحث كتير عن الافكار وكده، وحاسه ان ان شاء الله ان المهندسين هيقدروا ان هم نوصل معاهم لحل وسط تنفذ بشكل مناسب. يعني ان شاء الله تبقي مهندسه بقى معانا قريب. يعني كويس ان ننزلها تريننج اصلا في الموقع كمان تساعدينا بقى في الديزاين بتاع شقتك. يعني طيب قولي لي انتوا في يعني ستايل معين بتحبوه في الشقه؟ مودرن عامه هيبقى مودرن. يعني انتوا عندكم حاجات قديمه هتجيبوها معاكم ولا هتعملوا فرش جديد؟ فرش جديد. طيب هو في الغالب بقى احنا ممكن نفصله اساسا، نفصله على المكان يعني لو انتوا ليكوا احتياجات خاصه. لا تمام. يعني هو مثلا انا عايزه الصاله يعني الريسبشن يكون قطعتين مثلا سفره والليفنج. طيب والغرف هتبقى غرفه لحضرتك؟ هي اوضه بقى للبنات واوضه ليا. تمام. احمد بقى تبقى شقته الثانيه ان شاء الله. غرفه البنات بقى انتوا حابين السراير منفصله، حابين سرير واحد يبقى ليكم انتوا الاثنين؟ لا سريرين. هنشوف هتنفع ولا لا. الوحده الصغيره ما فيهاش مشكله في الديزاين، ولكن هي بتمثل لنا تحدي في ان نطلع تصميم كويس، لان العميل عندي متطلباته كتير في الوحده واحتياجاته كبيره، وعدد الافراد اللي هيبقى جوه المكان مش قليل، فده تحدي وان شاء الله نحله في التصميم. دايما المساحات الصغيره بتبقى لو بسيطه بتبقى شيك على فكره في الديزاين. يعني وليها برضو مميزات تانيه، يعني انها برضو في التكلفه اعتقد انها هتكون يعني تكلفتها مش عاليه. ايوه اهم حاجه التكلفه دي. ما تقلقيش هنتكلم في التكلفه بس طبعا بعد الديزاين يعني ان شاء الله. الحقيقه انا عارفه ان وحدتي صغيره والمساحه مش كبيره، بس بعد ما قعدت مع المهندسين وفي الشركه ارتحت نفسيا، حسيت ان هم هيعملوا من المساحه الصغيره ده مكان مريح ومتطلباتي اللي انا عايزاها، ويستغلوا كل مساحه، وان شاء الله هتطلع بتكلفه قليله اهم حاجه. احنا كده هنرفع مقاسات وهنحط الديزاين وهنقعد طبعا نتناقش فيه مع بعض، يعني وانتوا برضو هناك مع الديزاينر هتقولوا له كل اللي انتوا عايزينه، هو هيعمل التخيل بتاعكم صوره هتشوفوها. سلوى طالبه في فنون جميله ومتهيالي هيبقى ليها دور كبير معانا في الفتره الجايه. مدام غاده ست جميله وطلباتها بسيطه، وان شاء الله الشقه بتاعتهم تطلع كويسه وجميله زي مساحتها الصغيره. اي حاجه عايزينها في الصوره دي انها تتعدل هتقولوا لنا عليها. اذا عجبتكم الصوره من اول مره ده هيبقى شيء جميل جدا بالنسبه لنا، وهنبتدي ننفذ على طول. طبعا في الوقت ده انا هعمل لكم المقايسه ان شاء الله. مدام غادة وبنتها سلوى طلباتهم بسيطة جدا، وكمان المهندسين أضافوا اقتراحات هايلة، بس أنا حاسة كده إن سلوى هيبقى ليها رؤية تانية في التصميم. اتفضلي يا باشمهندسة، هنا الريسبشن، هنا الجاردن. مساحته مش كبيرة، محتاجين هنا قطعتين بس. يعني تالي المدخل هو للأسف يعني هو مش أحسن حاجة إن احنا نفتح على دايننج روم، بس هي المساحة هنا يدوبك على ترابيزة بأربع كراسي دايننج، بس هي مش أحسن حاجة. بس في المساحات الصغيرة احنا ساعات بنتغاضى عن الصح المعماري الصح. يعني
انا اول ما دخلت الشقه لقيت المساحه نسبيا صغيره عن المتطلبات اللي موجوده فيها، لكن احنا هنحاول هندسيا ان احنا نعمل احسن ما عندنا. عندنا شويه مشاكل داخليا، لكن بالتعديلات المعماريه ممكن تتظبط. في اضافه كويسه جدا للشقه هنا ان فيها جاردن، ودي مساحه اضافيه هتضاف على المكان كديكور وايز وكاضاءه وكمساحه، طبعا هتبقى ميزه. ده ريسبشن، ممكن نشوف المطبخ؟ طيب تمام، اتفضلي. تمام، ده المطبخ. شوفي زي ما قلت لك كده. طيب انا شايفه مساحته مش كبيره برضو نسبيا. فكروا تفتحوا المطبخ؟ لا انا عايزه مقفول عشان البرايفسي. انا شايفه ان هو لو اتفتح هيدي وسع اكتر في الريسبشن. انا شايفه كده برضو زيها، يعني حاسه ان هو لو اتفتح هيبقى احسن وهيدي وسع للريسبشن فعلا، بلس انه هيوسع لك المطبخ كمان وهيبقى اسهل في الاكسسبيليتي. انا عندي مطبخ امريكان مفتوح وده مسبب لي مشكله، انا عايزه حاجه يبقى فيها برايفسي اكتر. عايزه اعمل افكار كتير، بس في نفس الوقت ماما حابه الافكار تبقى قليله شويه، مش حابه دوشه كتير او كده. شايفه ان انا لما اتناقش مع الباشمهندسه هيبقى شيء افضل ان انا انفذ الحاجه من نفسي. يعني لو في حل بين الاثنين او حاجه اقترحها. في حل طبعا، ان احنا نخليه مفتوح عادي بكاونتر بهاي تشيرز، بيبقى اكسسبل من بره للجوه المطبخ. ونعمل شاتر او كيرتن موتورايز تنزل على الكاونتر، بحيث ان لو جالك ضيوف مثلا مش عايزاهم يشوفوا المطبخ تقدري تنزلي بالكيرتن دي، فخلاص انت المطبخ بتاعك بقى برايفت ليكي لوحدك. مساحة المطبخ نسبيا ضيقة مع مساحة الريسبشن كمان، فبتهيالي ان احتمال ان احنا نفتح المطبخ على الريسبشن لو العميل وافق هتدي وسع للمكان. بس احيانا في عملاء مش بيحبوا ان المطبخ يكون مفتوح، بيحبوا البرايفسي، فاحنا هنشوف الامور دي ممكن تتحل ازاي. طيب تمام، هفكر في الموضوع طالما يبقى في جزء مقفول وفي خصوصيه اكتر. حلو، تمام، حلو، فكري فيها، ممكن نبقى نشوفها على الرسومات في الاخر. اوكي، هي المساحه صغيره بس احنا هو في تحدي ان احنا المكتب يوفر لنا الحاجات اللي احنا عايزينها بالظبط، وهي الوحده مناسبانا انا وبناتي. بالنسبه للمساحه هي المهندسه دلوقتي قدامها تحدي ان هي تحاول توفر لنا المكان مريح ومتطلباتنا في حدود المساحه الممكنه يعني والمتاحه. انا عايزه في اوضه للولاد يبقى سريرين ودولاب ومكتب. الاوضه اللي هي الاولانيه بس دي مساحتها تقريبا 3 × 3.50، فدي سريرين هتبقى ضيقه شويه. هل هتحتاجي سريرين فوق بعض؟ لا مش هنحب ان احنا نبقى سريرين فوق بعض خالص. هما مش هينفع يتفرشوا سريرين جنب بعض، المساحه ضيقه جدا، مش هنعرف نشيل دولاب وسريرين وتسريحه وكل المتطلبات اليوميه. انا رايي ان احنا نفرشها لودت على الحيطه، يعني نفرش الفرش داير ما يدور على الحيطه، بتحسي ان انت وانت داخله هيديكي مساحه في الاول ان انت تتحركي. الفرش لازم يكون كله متفصل لان المساحه نسبيا صغيره، فانا هحاول ان انا استغل كل المساحات احسن استغلال، فاحتاج ان انا كل حاجه تكون كاستمايزد، وده اكبر تشالنج قدامي.